تعالوا نشوف ملخصا أيضا للي حصل خلال الساعات القليلة الماضية فيما يتعلق بقضية آية حجازي. الناشطة آية حجازي، تلك الفتاة التي تم إلقاء القبض عليها في مايو عام 2014 ضمن قائمة المحبوسين على ذمة المحاكمة لنحو 3 سنوات بتهمة تكوين عصابة منظمة لاستقطاب أطفال الشوارع والهاربين من سوء معاملة ذويهم. نالت قضية حجازي اهتماما واسعا من الجانب الأمريكي على اعتبار أن المتهمة تحمل الجنسية الأمريكية، فلقد طالبت الإدارة الأمريكية السابقة السلطات المصرية بالإفراج عن آية حجازي، وصدر بيان عن البيت الأبيض في سبتمبر عام 2016 طلب بإسقاط جميع التهم المنسوبة إليها وإطلاق سراحها، لكن وزارة الخارجية المصرية استنكرت حينها إصرار بعض الدوائر الرسمية الأمريكية على الاستهانة بمبدأ سيادة القانون والتعامل معه بانتقائية. وفي يوم الأحد الماضي قضت المحكمة ببراءة 8 متهمين من بينهم آية حجازي في قضية جمعية بلادي من تهم الإتجار في البشر واختطاف أطفال وهتك أعراضهم واستغلالهم جنسيا وإجبارهم على الاشتراك في تظاهرات ذات طابع سياسي. وأكد محاميها أنها كانت تقوم بعمل خيري بحت من خلال العمل في جمعية بلادي لرعاية أطفال الشوارع. وفور الإفراج عنها عادت الناشطة المصرية آية حجازي التي تحمل الجنسية الأمريكية إلى الولايات المتحدة يوم الخميس الماضي، ونقلت على متن طائرة عسكرية أمريكية إلى مطار قاعدة أندروز الجوية العسكرية بضواحي واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ترافقها دينا باول مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون التعليم والثقافة ونائبة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية العامة. واستقبل دونالد ترامب آية حجازي في مكتبه بالبيت الأبيض قائلا في مستهل لقائه: أود أن أرحب بآية حجازي في وطنها، موضحا في تغريدة كتبها على تويتر عن سعادته بعودتها. ومن جهة أخرى أعرب مغردون عن سعادتهم ببراءة حجازي، فيما استنكر الآخرون سرعة مقابلتها للرئيس الأمريكي فور وصولها. فاكرين لما أثرنا قضية الإفراج عن المتهمين الأجانب في قضية الجمعيات الأجنبية إبان حكم المجلس العسكري اللي يعني نشوفها في المشاهد اللي على الشاشة لما تم نقلهم أيضا على متن طائرة عسكرية، وأثرنا وقتها قلنا أنه ما تحلوش المشاكل السياسية يا جماعة على جثة القضاء المصري. وقتها يعني ثارت ضجة لأنه المجلس العسكري قال إن في أزمة كبيرة جدا بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية والبلد يعني ما تتحملش، وكان لابد من حل القضية بهذا السيناريو. مفيش مشكلة حل أي قضية، بس بلاش القضاء المصري، بلاش نعطي الفرصة لأي حد إنه يغمز ويهمز حول القضاء المصري. وبالتالي هنا أثق في أن القيادة السياسية المصرية هيكون لها تعليق على محاولة الولايات المتحدة الأمريكية إخراج الأمر بهذه الصورة. طائرة عسكرية تاخد آية حجازي على طول تذهب إلى البيت الأبيض، وعلى متن الطائرة العسكرية كان في مسؤولة في البيت الأبيض، يعني البيت الأبيض باعت هذه الطائرة العسكرية الأمريكية مع أنها كان ممكن تسافر على اي رحله يعني، لكن هنا الصوره انه هذه مهمه عسكريه ومهمه سياسيه والبيت الابيض نجح في هذه المهمه، وهنا مش القضاء المصري اللي افرج عن آية حجازي، لا البيت الابيض. وده الغمز واللمز بهذا الشكل يقتضي توضيحا ويقتضي ايضا استنكارا لما قامت به الولايات المتحده الامريكيه، خاصه ان احنا ايام اوباما كنا بنستنكر كتير. يعني أنا فاكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية كان استنكر إصرار بعض الدوائر الرسمية الأمريكية على الاستهانة بمبدأ سيادة القانون، وقال إنه تدخل الإدارة الأمريكية ليس مقبولا
في بيان شهير كانت الخارجية المصرية دائما بتعلق على محاولة أوباما إثارة هذه القضية. مطلوب كمان إن احنا نوضح ده. طيب هنا بقى في لما يبقى عندي في احنا بنثير دايما قضايا الجمعيات المعنية بأطفال المجتمع. ما احنا قاعدين نثير هذه القضايا وبسببها في ناس تانية زي أي حجازي بيحاكموا الآن بتهم فساد وانحرافات جنسية داخل الجمعيات التي أنشأوها. ما هو زيهم زي أي حجازي يعني. وأي حجازي زي ما قلنا لكم العشرين طفلا اللي كانوا معاها في حوزتها لا في تصريح ولا في أي حاجة. طب هتثير انت هذه القضايا؟ ما كانش في تصريح للجمعية وهي بتجمع الأطفال في ميدان التحرير، والمسؤول الأمني قال يعني انها بتجمع الأطفال تحديدا في محيط ميدان التحرير وبتستخدمهم في إلقاء الطوب على الشرطة يعني.